تحرك عاجل من وزير الدفاع المصري وبيان عاجل بننشر لحضراتكم التفاصيل وتفاصيل العمل العسكري المصري على سد النهضة. سياسي مصري يفجر مفاجأة ومفاجأة. تقرير حكومي يكشف تفاصيل مشروع تطوير القاهرة التاريخية. وخمس محافظات مصرية معرضة للتغيرات المناخية تعرف عليها وخبير بيئي يفجر مفاجأة. وتشكيل عصابي يسرق البيانات السرية لعملاء البنوك في مصر. قد تعرضت محاولة نصب عزيزي المشاهد تعرف على التفاصيل. وهل الأولمبياد أصلها مصري؟ مؤرخ يفاجئ العالم. ننشر التفاصيل. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل لي 2000 أعجبني على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا وتفاصيل العمل العسكري المصري على سد النهضة. سياسي مصري يفجر مفاجأة. قال السياسي المصري ومدير مكتب الإسكندرية مصطفى الفقي إن سبب عدم انجراف مصر وراء عمل عسكري في إثيوبيا ليس لكونها عاجزة بل لأنها عاقلة. وأضاف خلال لقاء على قناة صدى البلد أن معالجة الرئيس عبد الفتاح السيسي الملف سد النهضة الإثيوبي كانت جيدة رغم الانتقادات لكل الأطراف، لافتا إلى أن مصر تحملت الاستفزازات الإثيوبية ولم تنجرف وراء عمل عسكري كانت تتمناه إثيوبيا. الفقي أكد أنه سيتم التوصل لاتفاق قانوني في أزمة سد إثيوبيا، حذر من التسرع في الوصول إليه، كما دعا إلى الحفاظ على العلاقة المصرية السودانية. أشار إلى أنه ما تسعى إثيوبيا لإفساده، وشدد على أن مصر بمفردها قادرة على الحفاظ على حقوقها المائية. أشار أن سد النهضة كيدي وليس هدفه التنمية ولا توليد الكهرباء. وأضاف أن بعض الدول العربية تحدثت عن الوقوف إلى جانب مصر بالضغط على إثيوبيا، لكن لم نرى شيئا على أرض الواقع. وضح أن السعودية وبعض الدول العربية حاولت مساعدتنا في أزمة السد، لكن لم نرى نتيجة بسبب العناد الإثيوبي. مصدر معنا كان من القاهرة 24. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وتحرك عاجل من وزير الدفاع المصري وبيان عاجل. توجه وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي إلى روسيا على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة تستغرق عدة أيام لبحث تعزيز العلاقات العسكرية مع روسيا. من المقرر أن يحضر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي خلال زيارته لروسيا فعاليات الاجتماع السابع للجنة العسكرية المشتركة المصرية الروسية مع عدد من القادة والمسؤولين بوزارة الدفاع الروسية، وذلك لمناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ودعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين. مصدر معنا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر. ومفاجأة. تقرير حكومي يكشف تفاصيل مشروع تطوير القاهرة التاريخية. أفاد تقرير حكومي في مصر بأن مشروع تطوير القاهرة التاريخية يكلف 30 مليار جنيه نحو 2 مليار دولار، لافتا أن هذا المشروع سيحدث نقلة حضارية بالعاصمة. في التفاصيل أشار التقرير إلى أن مشروع تطوير القاهرة التاريخية سيحدث نقلة حضارية بالعاصمة واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للمناطق التراثية والتاريخية، لافتا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المشروع مع إعداد الدراسات للدخول في حيز التنفيذ وإجراء معاينات على أرض الواقع من جانب الخبراء والمختصين بحسب صحيفة الوطن. التقرير كشف أن المشروع هيكلف 30 مليار جنيه ويحظى بمتابعة مستمرة من جانب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي والقيادة السياسية
من أجل القضاء على التشوه العمراني وإعادة إحياء القاهرة التاريخية وإعادتها لسابق عهدها من عشرات السنين، والقضاء على الإهمال الذي لحق بها خلال السنوات الأخيرة. بالإضافة إلى ما سبق، أوضح التقرير أن استراتيجية تطوير القاهرة التاريخية تعتمد على عدد من المحاور، منها الحفاظ على المباني الأثرية وذات القيمة، وذلك من خلال الترميم وإعادة الاستخدام والعمل على إحياء النسيج العمراني التاريخي للمناطق، مع إجراء حصر للأنشطة غير الملائمة لطبيعة المنطقة التاريخية وتخصيص أماكن بديلة لها أو تشجيعها على تغيير النشاط، إلى جانب تأهيل الأحياء العمرانية ذات القيمة التاريخية وإعادة استخدامها بالشكل المناسب لها، مشيرا إلى أن مناطق التطوير بالمرحلة العاجلة لإعادة تأهيل الأحياء العمرانية ذات القيمة التاريخية تتضمن مناطق مسجد الحاكم وباب زويلة وحارة الروم وضرب اللبانة والفسطاط ومسجد الحسين والأزهر، مع العمل على إزالة الركام والتراكمات الموجودة بتلك المناطق لاستكمال أعمال تطويرها وإعادة إنشاء المباني بالطابع الإسلامي، إلى جانب تنفيذ تطوير كامل لمختلف شبكات المرافق بها، وذلك للوصول بها إلى أن تصبح هذه المناطق منطقة تراث عالمي. كما نقلت الوطن عن مصدر بمحافظة القاهرة قوله: إن أعمال التطوير بالقاهرة التاريخية ستتم دون المساس بالخريطة السكانية، بينما سيتم نقل الأنشطة الخطرة ومنها مغالق الخشب ومصانع الثلج والورش التي تحوي مواد خطرة، علاوة على منع تحويل المباني السكنية إلى أنشطة تجارية في تلك المناطق، مع الإبقاء على الحرف اليدوية الأصيلة في تلك المناطق، مع تطوير العقارات الموجودة ورفع كفاءتها والاستعانة بالصور القديمة لتلك المناطق لإعادتها إلى سابق عهدها وتطوير الواجهات. مصدر معانا كان من الوطن. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر وننتقل مع بعض لخبر آخر. وتشكيل عصابي يسرق البيانات السرية لعملاء البنوك في مصر، قد تعرضت لمحاولة نصب يا عزيزي المشاهد. علق محمد الأتريبي رئيس بنك مصر على محاولات الاحتيال على العملاء، مشيرا إلى أن تشكيلا عصابيا يستغل عدم دراية العملاء ويتواصل معهم هاتفيا للحصول على بيانات العميل السرية. في تصريح لقناة صدى البلد قال الأتريبي أن ما حدث مع سيدة صملوط هو تواصل أحد أفراد التشكيل العصابي معها وطلب منها الحصول على بياناتها السرية لتحديث البيانات. وأضاف سيدة صملوط عميلة في البنك وأعطت الرقم السري لمن اتصل بها من أفراد التشكيل العصابي كي يتعامل مع الحساب. وتابع: حدثت حوالي 13 واقعة احتيال وحصلوا على 2.7 مليون جنيه، ولكن نطمئن المواطنين بأن أموالهم آمنة ولا قلق عليها. مصدر معنا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، بمعنى إن لو حضرتك حد اتصل بيك وقال لك أنا تبع البنك الفلاني، بنك مصر، البنك الأهلي، بنك التنمية والتعمير، بنك الإسكان، بنك QNB قطر، يعني أي بنك من البنوك دي، حد اتصل باسم البنك وقال لحضرتك أنا عاوز البيانات السرية، رقم السري، رقم بطاقة الفيزا أو الماستر كارد، أي بيانات سرية، اوعى تديله. حتى لو البنك نفسه كلمك وقال لك أنا عاوز، أو موظف من البنك كلمك وقال لك أنا عاوز الرقم السري بتاعت الفيزا أو بطاقة الائتمان بتاعت حضرتك إذا كان الفيزا أو ماستر كارد، اوعى تدي بياناتك السرية لأي حد. أي حد يتصل بيك ويقول لك عاوز بياناتك السرية، فلو حضرتك لقيت إن الرقم ده رقم تليفون عادي زي اللي مع حضرتك، حاول تعمله بلوك وهو مش هيعرف يتصل بيك تاني. طيب، في بقى الأشد من ده، أشد من ده، في ناس بتستخدم برامج بتبقى مدفوعة يقدر يكلمك من رقم البنك، يعني مثلا تلاقي رقم بيتصل على حضرتك 4222 مثلا، رقم بيبدأ 4222 بيتصل بيك يقول لك أنا تبع البنك الفلان، أنا بديك مثال يعني. فبرضو لو طلب المعلومات السرية اوعى تديله المعلومات السرية، لأن ده بيبقى برنامج مدفوع على الإنترنت وبيكلمك من خلال الإنترنت على رقم موبايلك، ويقدر ساعتها أنه يعني يحتال على حضرتك وأنه يوهمك أنه من بنك الفلاني وعاوز يحدث البيانات أو
ايا كان ايه حجته، اوعى تديله الرقم السري. طيب ننتقل لخبر اخر معانا، وخمس محافظات مصرية معرضة للتغيرات المناخية تعرف عليها وخبير بيئي يفاجئ المفاجأة. كشف الخبير البيئي المصري وفي نصير عن اكثر خمس محافظات مصرية عرضة للتغيرات المناخية التي يشهدها العالم. قال نصير وهو عضو في البرلمان العالمي للبيئة إن الآثار السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية تهدد المدن الساحلية بالتعرض لتآكل الأراضي الزراعية وارتفاع منسوب المياه الجوفية في باطن الأرض، بالإضافة إلى فقدان المزيد من مصدر المياه العذبة، وخاصة في خمس محافظات هي بورسعيد، كفر الشيخ، الإسكندرية، دمياط، الدقهلية. وأضاف نصير أن ارتفاع درجات الحرارة المغذي الرئيسي لتهيج حالة البحر وزيادة نسبة الملوحة فيه، مشيرا إلى ضرورة وضع منظومة جديدة لمراقبة حالة التغيرات والأماكن الأكثر عرضة للتعرض لتلك الآثار السلبية، بالإضافة إلى ضرورة تغيير نوعية المحاصيل التي تزرع في هذه المحافظات ونوعية الري. وأضاف عضو البرلمان العالمي أن لجوء الدولة لمشروعات التبطين والري الحديث كانت أحد طرق مجابهة المناخ وتغيراته. المصدر معنا كان من صحيفة مصراوي. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر الأخير معانا، وهل الأولمبياد أصلها مصري؟ مؤرخ يفاجئ العالم. وأكد المؤرخ المصري بسام الشماع أن لعبة الأولمبياد ذات أصول مصرية، مطالبا الحكومة في مصر بالتحرك لإثبات حق الملكية الفكرية للمصريين. وبعد انتهاء الألعاب الأولمبية في طوكيو لا يزال هناك حديث حول أصل هذه الرياضة، فالمعروف أن الأولمبياد ذات أصل يوناني، وأنها رياضة مستلهمة من الألعاب الأولمبية القديمة التي كانت تعقد في أولمبيا باليونان من القرن الثامن قبل الميلاد حتى القرن الرابع الميلادي. ويقول بسام الشماع إن المصريين القدماء هم أصحاب أول فكرة للمنافسات بين اثنين في الرياضات، وكانت الصور تظهر أن المتنافسين الاثنين مختلفين في الشكل عن بعضهما، مما يجعلنا نرجح أن هناك مصريين يتنافسون مع أجانب، وهي نفس فكرة الأولمبياد التي لم تكن يونانية الأصل. ويتابع الأولمبياد أصلها مصري، واليونانيون القدماء اعترفوا بتأثرهم بالمصريين وأخذوا العلم منهم، وبعدهم المسلمين أخذوا العلم عن اليونانيين، وهذا التأثر اليوناني بمصر جعلني أطالب اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة بالتقدم بطلب رسمي حكومي إلى منظمة اليونسكو، منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، يتضمن إثبات حق الملكية الفكرية للمصريين كأول من لعب بالمنافسات الرياضية. وأضاف في مقبرة بني حسن بالمنيا هناك جبل توجد به 49 مقبرة منحوتة قديما، وفي المقبرة رقم 15 إذا نظرت على الجدران الموجودة من الدولة الوسطى قبل 4000 عام توجد مناظر ملونة لممارسة لعبة المصارعة، ولقطات تظهر التدريبات الرياضية للمصريين. ويوضح بسام الشماع أن رياضة الملاكمة كانت موجودة في مقابر بني حسن لكن دون قفازات، بل تلعب بالأيدي العارية. ويقول أن رياضة التجديف كانت موجودة أيضا لكن ليست في صورة منافسات، إذ وجدت مراكب طول المجداف فيها 8 أمتار. كما يؤكد أنه كانت هناك ألعاب للفتيات حيث تقفز البنت من فوق ظهر الأخرى، كما كانت هناك رياضة الأيروبكس وبعض الرياضات الخاصة بالصحة والقوة الجسمانية تشبه ما يتم في حصص التربية الرياضية في الوقت الحالي. المصدر معانا كان من وسائل إعلام مصرية، وعاوزين نعرف رأي حضرتك في الخبر ده، وهل فعلا الأولمبياد أصلها مصري أم لا؟ أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.